بلان. الترينجل اللي بعد كده اللي اسمها ماسكولار ترينجل، انا خدت اول ترينجل اللي هي الدايجستريك ترينجل، اتكلمت عن الباوندريز ومسكتها بالتفصيل حللتها واتكلمنا عليها. الترينجل الثانيه اسمها ماسكولار ترينجل، بنفس الطريقه، عايز السايت والشيب، الروف والفلور، الباوندريز والكونتنتس. طيب اذا جينا نبص على الترينجل ديت، افضل موقع نبص منه من الفرونت اوف ذا نيك، فهنجد هنا المندبول، المندبول مقفول من تحت بالعضله اللي بتشكل الفلور اوف ذا ماوس اللي هي المايلو هايويد ماسل، تحت منها مباشره هنجد اول بون في النيك اللي هي الهايويد بون، وتحت منها هنجد السيروت كارتليج بوصفه اكبر كارتليج في الكارتليج السته بتوع اللارينجز، تحت منها على طول او موست انفيريور هنجد الاسترنم وماسك فيه الكلافيكل في الاسترنو كلافيكولار جوينت، هنجد المصل الشهيره بتاعتنا اللي اسمها استرنو مسلود اللي كانت طالعه براسين استرنال هيد وكلافيكولار هيد، ثم هنجد هنا بقى ايه الباوندريز اوف ذا ماسكولار تريانجل، كانت عباره عن ايه؟ هي الترانجل المحدوده من فوق وبوستيريور بالسوبيريور السوبيريور بيلي اوف ذا هايو اومو هايويد ماسل. طيب من تحت كانت محدوده بالانفيريور بيلي اوف ذا اومو باللي عفوا بالاسترنو ماسلويد ماسل، اما لونج ذا ميدل لاين كانت محدوده بالاي انتيريور ميديان لاين. اذا الترانجل ده هي الماسكولار ترانجل. ليه سموها ماسكولار ترانجل؟ لان معظم الكونتنتس بتاعتها كانت ماسل، والباوندز بتاعتها كانت معظمها ماسلز. الكونتنتس مجموعه عضلات بيسموها انفرا هايويد، ونيرف يغذيها اسمها انسا سيرفايكاليز، وجلاند قاعده من ضمن الكونتنت بتاعتها اسمها ثايرويد جلاند. مين هم الانفرا هايويد ماسلز؟ هم عدد اربع عضلات قاعده تحت الهايويد بون، منهم اثنين سوبرفيشال واثنين ديب. الاثنين السوبرفيشال قاعدين في مستوى واحد، هي السوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد ماسل، العضله الثانيه اللي معاها اللي في نفس مستواها هي الاسترنو هايويد ماسل. ناخد الاثنين دول، الاسترنو هايويد الاورجن بتاعها طالع من الاستر ده من الابر بوردر من ورا، والانسرشن بتاعها في البودي بتاع المندبول. دي قاعده في نفس المستوى اللي طالعه منه السوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد، عضله لها تو بيلي، السوبيريور بيلي وانفيريور بيلي. الانفيريور بيلي جاي من الابر بوردر اوف ذا سكابيلا، من المنطقه اللي جنب السوبرا سكابيلر نوتش، بتتحد مع السوبيريور بيلي بانترميديت تندون تحت الاسترنو ماستويد ماسل. التو ماسلز دول اللي هم السوبيريور بيلي اوف اومو هايويد والاسترنو هايويد، الاثنين دول قاعدين في ليفل واحد كان سوبرفيشيلي ديبلي. لما اشيلهم هنجد تحتهم اثنين ماسلز تاني، انا مش هشيلهم هنا، لما هرسم على الناحيه التانيه الاثنين ماسلز التانيين، اول واحده فيهم او اللي هي رقم ثلاثه اللي هي استرنو ثايرويد. ليه سموها استرنو ثايرويد؟ طالعه من الاسترنم وحاط الانسرشن بتاعها في الثايرويد كارتليج، اكبر غضروف من غضاريف اللارينكس. اما العضله اللي بعد كده اللي اسمها ثايرو هايويد ماسل، بتكمل المشوار من الثايرويد للهايبون. تلاحظ ان الثايرو هايويد والاسترنو هايويد في الطول هيساوم الاسترنو هايويد. ادي هي الكونتنتس اوف ذا انفرا هايويد ماسل. بتاخد نيرف سبلاي من نيرف اسمه انسا سيرفايكالز، وبيغطوا جلاند هنا اسمها ثايرويد جلاند. اذا موضوعنا اللي جاي هو ان النيرف سبلاي للماسلز اللي بتشكل الكونتنتس اوف ذا والباوندريز اوف ذا ماسكولار ترانجل اللي هو النيرف اللي اسمه انسا سيرفايكاليز. انسا يعني لوب، يعني نيرف لوب، سيرفايكاليز في النك، يعني النيرف اللي قاعد في النك وشكله على شكل لوب. مين هو النيرف ده؟ هنتعرض دلوقتي من خلال هذا الدياجرام للبيجيننج والكورس والديستريبيوشن بتاع الانسا سيرفايكاليز نيرف. احنا عندنا في الجسم ثلاثه انسي، انسا سيرفايكاليز وانسا سبكليفيا وانسا لينتيكيولاريس. هنتعرض لكل واحده بالكلام عنها في مكانها. هنا كلامنا عن الانسا سيرفايكاليز، الرسمه التقليديه المندبول متقفله من تحت بالمصل الشهيره اللي اسمها مايلو هايويد اللي بتشكل الفلور اوف ذا ماوس او الاورال ديفرام، واللي كانت بتاخد النيرف سبلاي من المايل نيرف تو مايلو هايويد احد برانشات المانديبولار، وهو الموتور الوحيد اللي طالع من البوستيرو ديفيجن، اللي بعد كده هنلاقيه هتكون الهايويد بون قاعد تحت الثايرويد كارتليج، ومن تحت خالص كانت في الاسترنم وماسك في الاسترنم الكلافيكل على الناحيتين ومكان اتصالهم بالاسترنو كلافيكولار جوين. الماسل بتاعتنا ديت اللي جايه من الاسترنم رايحه للهايويد اسمها استرنو هايويد ماسل. فكركم تاني، المصل اللي بعدها اسمها استرنو ثايرويد، بعدها ثايرو هايويد. انما في عضله هنا منسيه
في نفس المستوى بتاعت الاسترنوهيويد، واللي كان اسمها السوبيريور بيلي اوف اومو هيويد اللي كانت ماسكه في الانفيريور بيلي بالانترميديات تندون. دول الاربع عضلات بتوع الانفرا هيويد ري ماسل اللي هي الماسكولار تراينجل اللي تحت الهيويد بون، اللي هياخدوا النيرف سبلاي من النيرف بتاعنا اللي ما ظهرش لحد دلوقتي اللي اسمه انسا سيرفيكاليس. هذا النيرف له علاقه حميمه بشيس من الديف فاشيا اسمه الكاروتيد شيس، نفكركم بيه كان احد الدريفاتيفز اوف ذا ديب فاشيا اوف ذا نيك. مش ده اللي كان بيمتد من البيز اوف ذا سكال من الاريا المحيطه بالجاجلر والفورامن والكاروتيد كانال ويمتد تحت في النك ويتحد مع البيجيننج او الوول اوف ذا بيج فيزلز اللي طالع من الهارت. هنا انا عندي النيرف لوب اللي اسمه انسا سيرفيكاليز يخرج من ثلاثه سيرفيكال سباينال سيجمنت سي 1 و2 و3 بالطريقه الاتيه. دلوقتي قبل ما اتعرض للفورميشن والكورس والديستريبيوشن لهذا النيرف، انا بفكر بقول ان في نيرف رايح يغذي الطنج اسمه هايبوجلوس نيرف. النيرف ده كان واحد من عدد اربع نيرفز بتشتغل كتاكسي. نفكركم احنا قلنا قبل كده ان النيرفز اللي بيشتغل كتاكسي يعني تحمل داخل الشيز بتاعها نيرف من عينه اخرى، مش من مادتها مش من خامتها، ما بيأديش وظيفتها، بيبقى نيرف بيأدي وظيفه وده نيرف بيأدي وظيفه ثانيه زي الاوروكلوتيمبرال نيرف، كان سيرسوري نيرف شايل في داخل الشيز بتاعه سمباثيك فايبر رايحه للبلاد فيزلز اللي حوالين الباروتيد جلاند، وكان شايل برا سمباثيك بوست جانجلونيك اللي رايح للباروتيد جلاند المايوبيسيليال سيلز. ايضا كان اللينجوال نيرف ده سنسوري نيرف لكن شايل في خلال الشيز بتاعه الكوردا تمبناي. هنا الهايبوجلوسال نيرف ده بيور موتور نيرف رايح يغذي عضلات الطنج وماشي مسار هنتعرض له بعد شويه. النيرف ده اشتغل كتاكسي وتشال معاه فايبرز من سي 1، ادي سي 1 سيرفيكال 1، فايبرز من سي 1 هتركب الهايبوجلوسال نيرف ويوصلها لحد الكاروتيد شيس وتنزل الفايبرز دي في صوره برانش يسموه ديسندنس هايبوجلوساي. طيب سي 2 و3 هيتحدوا مع بعض ويعملوا انذر نيرف لوب، انذر نيرف لوب مشترك هيروح يمشي يتحد مع الديسندنس هايبوجلوساي ان فرونت اوف ذا كاروتيد شيس ويكونوا اللوب الشهير اللي اسمه انسا سيرفيكاليز. اذا الانسا سيرفيكاليز ده نيرف لوب مكون بتو لمبس، لمب جاي من الهايبوجلوسال نيرف هو فايبرز من سي 1 ولمب تاني جاي من اتحاد سي 2 و3 عملوا لي الديسندنت سيرفيكاليز، يبقى الديسندنت هايبوجلوساي من الهايبوجلوسال اللي هي سي 1 والديسندنت سيرفيكاليز اللي هو سي 2 و3 اتحدوا مع بعض وعملوا لي اليو شيبد لوب او نيرف لوب اللي اسمه انسا سيرفيكاليز. مكان اتحادهم فين؟ كان على الانتيريور وول اوف ذا كاروتيد شيس. الديستريبيوشن هتخرج البرانشز في اتجاهات مختلفه تغذي الانفراهيود ماسل كالاتي: واحد هيروح يغذي للسوبيريور بيلي اوف ذا اوماهيويد، الثاني يروح للاسترنو هايويد ماسل، الثالث يروح للانفيريور بيلي